السيدات والسادة، حياكم الله في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يكرم 350 من المبرزات في الأجهزة النصفية في حفل بهيج في المكلا. شركة النفط اليمنية فرع الساحل تعلن عن زيادة في أسعار المشتقات النفطية. منظمة الفاو تقدم مساعدات للمزارعين الأكثر احتياجا في قرى وأرياف مدينة الشحر. من عناوين التفاصيل، أهلا بكم. نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عبد القادر عبد الله العمودي الذي وفته المينية صباح اليوم أثر حادث مروري بالعاصمة المصرية القاهرة. وأكد المحافظ أن السيرة العسكرية للواء العمودي حافلة بالعطاء والوطنية والتعليم وخدمة الوطن، وأن الوطن خسر برحيل اللواء العمودي واحدا من قيادات الجيش المتمرسة والخبيرة في المجال العسكري والأكاديمي، سائلا المولى تعالى أن يتقمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكن فسيح جناته، متقدما بالتعازي إلى نجله نعيم وأفراد أسرته كافة، مبتهنا لله تعالى أن يعصم قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الحفل الخطابي والفني والتكريمي الذي أقامه مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للبراعم والزهرات والتلميذات والطالبات والمعلمات المتفوقات في المسابقات اللاصفية الختامية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري. وأكد المحافظ أن قطاع التربية والتعليم حظي باهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي أحدثت نقلة نوعية للبنية التحتية لقطاع التربية، ودعا المحافظ المعلمين إلى الاقتراب أكثر من الطلاب وتلمس أحوالهم وصعوباتهم والمساهمة في حل مشكلاتهم وترغيبهم في الدراسة، وعلى الأسر متابعة التحصيل العلمي لأبنائهم. وقال المحافظ أن حضرموت مقبلة قريبا على مناسبات دينية ووطنية، وعلى منتسبي قطاع التربية والتعليم والطلاب المشاركة الفاعلة في جميع هذه المناسبات. من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون إلى جملة المنجزات التي تحققت في هذا القطاع ساهمت في استقرار العملية التعليمية، وأوضح تنفيذ المكتب لخططه وبرامجه وأنشطته واستنهاج المقررات الدراسية مع نهاية العام الدراسي، وتنفيذ برنامج ونزلات للمديريات لتقويم أداء الكوادر التربوية، وتأهب صوب تنفيذ اختبارات النقل النهائية في ظل أجواء إيجابية وبعيدا عن ظاهرة الغش، مبينا تكريم 350 تلميذة وطالبة ومعلمة وبراعم وزهرات رياض الأطفال في هذا الحفل حصد من المراكز الأولى في 33 نشاطا مدرسي. وشهد الحفل تقريب فقرات متنوعة لإبداعات التلميذات والطالبات والزهرات والبراعم. وفي ختام الحفل كرم المحافظ معه وكيل وزارة التربية المتفوقات في المسابقات اللاصفية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام. أصدرت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم قرارين إداريين رقم 42 و43 للعام الجاري. وقضت المادة الأولى من القرارين بتسمية قصر سيئون باسم قصر السلطان الكثيري الذي أصبح قبلة للزائرين من الداخل والخارج، وكذا تسمية الأستاذ الرياضي بسيئون باسم أستاذ الشهيد علي سالم العامري تخليلا لدور الشهيد البارز وتكريما لما سطره من تاريخ حافل في مجال الأمن بالوادي والصحراء، بينما قضت المادة الثانية من القرارين بالعمل به من تاريخ صدوره وإبلاغ ما يلزم تنفيذه. أعلنت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت عن زيادة في أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة ابتداء من يوم الاثنين. وأوضحت الشركة في تعميم صادر عنها أن الزيادة جاءت لارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. وبحسب التعميم، فإن الشركة ألزمت محطات بيع المشتقات النفطية ببيع لتر البترول ب 300 ريال بدلا من 270 ريال، وبيع لتر الديزل ب 300 ريال بدلا من 260 ريال.
ضبطت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت وبمسالة أمن وشرطة مركز فوة عدد من المخالفين والأعمال العشوائية دون مسوغ قانوني بوادي فوة. وجاءت الحملة تنفيذا لقرار محافظ حضرموت رقم 280 لعام 2018 بشأن تحديد الحدود للأراضي الزراعية والأملاك والمسيال والوديان حفاظا على المال العام من العبث والإهدار، حيث يعمل المخالفين بعشوائية لاستخراج الركام الودياني مما ينتج عنه تجريف الأراضي الزراعية ومحي معالمها، وقد سبق توقيف وأخذ تعهدات والتزامات من عدم تكرار المخالفات والعمل بدون ترخيص. وألزمت هيئة المساحة الجيولوجية المخالفين بالتوقيف والتقييد بالقانون والتشريعات النافذة حسب قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتنفيذ العقوبات والغرامات عبر إدارة الأمن والشرطة. التقى مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي ممثلي منظمة الإغاثة الدولية، وذلك للتعرف على نشاط المنظمة وتدخلها عبر برنامج حالات معالجة سوء التغذية المتوسطة للحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من سن 5 أعوام. وتعرف الدكتور العمودي خلال اللقاء من ضابط التغذية بمنظمة الإغاثة الدولية الدكتور معاذ المنصب على أهمية البرنامج في الحد من سوء التغذية الوسيط، والذي سيبدأ قريبا تحت إشراف مكتب وزارة الصحة العامة في مديريات عمد والعبر وحريضة والساه والسوم. من جانبه رحب مدير الصحة بالوادي بالبرنامج وبكافة المنظمات الدولية التي ستقدم خدماتها للمجتمع في الظروف الراهنة وفي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. قدمت منظمة إلفاو مساعدات ضمن الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للمزارعين الأكثر احتياجاً في قرى وأرياف مدينة الشحر بتمويل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث استفاد من المساعدات الأولى من نوعها في اليمن أكثر من 3000 مزارع من البذور المحسنة وأعلاف الحيوانات المركزة، فضلاً عن تقديم حملات توعوية وإرشادية للمزارعين في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في المناطق المستهدفة على مدى 9 شهور. ويعزز المشروع قدرات المزارعين في المناطق الزراعية ويعود عليهم بالنفع، كما ينعش القطاع الزراعي ويمد بالمساعدات الكفيلة بجعله قادرا على مواصلة الإنتاج والصمود أمام الصعوبات. نظم قسم سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة حضرموت الدورة التدريبية بعنوان التصنيع الغذائي لسيدات الأعمال بالمكلا، وتستمر الدورة من 18 مارس الجاري وحتى 1 أبريل القادم. وفي الدورة أشار المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت خالد غانم بالجهود التي تبذل في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لسيدات الأعمال لتطوير مهاراتهن العملية والإنتاجية والصناعية. وبدوره أوضح المدرب الدكتور علي محمد باعباد أستاذ تكنولوجيا الأغذية بكلية البيئة بجامعة حضرموت أن الدورة عبارة عن سلسلة من الحلقات الصناعية لإنتاج الصناعات الغذائية المحلية التي تمكن المرأة من إعالة أسرتها ويكون لها الدور البارز بالمجتمع. وقال مدرب الدورة بأن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركات المهارات اللازمة في كيفية استغلال بعض المنتجات الصناعية المستوردة وإنتاج صناعات غذائية محلية تغني عن الصناعات الغذائية المستوردة وتسويقها في الأسواق المحلية بين أفراد الأسرة بالمجتمع. اختتمت منظمة حضرموت الصحية العيادات الاستشارية المجانية لأمراض الكلى بمركز جامعة حضرموت طب الأسرة تزامنا مع اليوم العالمي للكلى، عقب انطلاق العيادة اليوم السبت مستوصف الحياة الخيري، حيث باشرت العيادات عملها من خلال معاينة الحالات المرضية وتقييم عوامل الخطورة للإصابة بأمراض الكلى والفشل الكلوي وعمل الفحوصات المجانية المتعلقة باضطراب وظائف الكلى، مع توزيع المطويات التثقيفية والتوعوية وتقديم النصائح اللازمة للمحافظة على سلامة الكلى وكيف يتم الكشف عن الإصابة بالمرض. ويأتي هذا النشاط مبادرة من منظمة حضرموت الصحية للتوعية بمخاطر الإصابة بأمراض الكلى والاكتشاف المبكر لعوامل الإصابة بمرض الفشل الكلوي وتعزيز الدور الصحي الوقائي في التقليل من الإصابة بمضاعفات المرض والتخفيف من آثاره على الفرد والمجتمع. التقت لجنة المسابقات الرياضية لأسبوع الطالب الجامعي الثامن بجامعة حضرموت بكافة مندوبي كليات الجامعة،
وفي الاجتماع استعرض رئيس لجنة المسابقات الرياضية الدكتور سعيد الرمادي الأنشطة والفعاليات الرياضية لأسبوع الطالب الجامعي التي تشمل عدد من الألعاب الرياضية في مجالات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج والضمنة والكيرم والسباحة وألعاب القوى والكشافة والجوالة، مشيرا إلى أن هناك مسابقات رياضية للفتيات في عدد من الألعاب الرياضية، مؤكدا أن تصفيات الفعاليات ستنطلق في 20 مارس الجاري لجميع الألعاب الرياضية في الملاعب المحددة. وأعلن الرمادي خلال هذا العام سيتم تشكيل منتخب جامعة حضرموت لكرة القدم من خلال هذه المشاركة في أسبوع الطالب الجامعي 8 ليكون منتخبا نموذجيا للجامعة يمثل جامعة حضرموت في البطولات المحلية والخارجية. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يكرم 350 من المبرزات في الأنشطة اللاصقية في حفل بهيج في المكلا. شركة النفط اليمنية فرع الساحل تعلن عن زيادة في أسعار المشتقات النفطية. منظمة الفاو تقدم مساعدات للمزارعين الأكثر احتياجاً في قرى وأرياف مدينة الشحر. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. We'll be right back.